هل تصح الرضاعة بدون سبب الجوع بل لأجل أن يكون محرماً للمرأة؟ هذا سبق الكلام عنه، أن الرضاعة إنما تكون من المجاعة كما في الحديث، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فالرضاعة إنما تكون للتغذية بدل الطعام، فإذا أكل الطعام استغنى عن الرضاعة، فلو أرضع لم يكن للرضاعة أثر. نعم.